دائرة تقرر أن يوم غد الجمعة من عام 2023 ميلادية هو يوم عيد الفطر المبارك. ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد، ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد. الصراحة حوامة العيد مرة أحبها، وما يعني ما أحس إنه ممكن يجي عيد فطر بدون ما نسوي حوامة، لأنها كذا تبعث فرحة وسعادة فينا. والله هذه ثاني تجربة لي في الحوامة، وصراحة جميلة جدا وبسيطة، وأشوف إنه من جمال الحوامة إنه يكون ببساطتها. الأشياء المبالغ فيها ممكن يفقد الحوامة طعمها أو فعلاً. معناها الحقيقي. فعلا استمتعنا والله مرة كثير. جميل جدا. هذه عادة سنوية مستحيل ما أسويها مع جيراني. حوامة اللي هي عادات الآباء والأجداد مستمرين عليها، وإن شاء الله كل سنة وإحنا بخير وصحة وعافية. كل عام وأنتم بخير.